بكم إلى نشرة مفصلة للأخبار، والبداية مع العناوين. شهيد وعدد من الجرحى برصاص قوات قسد خلال تظاهرة رافضة لحصارها مدينة الحسكة السورية. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلغي زيارتين مقررتين إلى دبي والبحرين، ويقصر زيارته أبو ظبي من 3 أيام إلى 3 ساعات. استمرار الاحتجاجات في روسيا على اعتقال المعارض نافالني، والاتحاد الأوروبي ينتقد إجراءات السلطات الروسية. دور رئيس الدولة هو دور رمزي، ودور رمزي ماهوش دور إنشائي. الغنوشي ينتقد رفض الرئيس التونسي التعديل الوزاري، وقوى تونسية تتهم حركة النهضة بالسعي لعزل سعيد عن المشهد السياسي. بدء عودة الموقوفين اللبنانيين من الإمارات بعد وساطة ناجحة قادها المدير العام للأمن العام اللبناني. أهلا بكم. سقط شهيد وعدد من الإصابات بإطلاق نار من قبل قوات سوريا الديمقراطية قسد المدعومة أمريكيا على متظاهرين رافضين لحصارها في الحسكة. وأظهرت المشاهد الواردة إطلاق النار المباشر من قبل عناصر مسلحين على مدنيين كانوا يحتجون على الحصار الذي تفرضه قوات العسايش على مركز المدينة، مانعة دخول الغذاء والماء وحركة السيارات لليوم 18 على التوالي. وتسود حالة من التوتر الشديد في محيط المدينة مع استخدام قاسات تعزيزات إلى حواجزها، فيما غابت مظاهر الحركة داخل مدينة الحسكة. راجع المركز الطبي المحدث في مركز المدينة 5 إصابات، أحدها كان شهيد نتيجة إصابة في الصدر، و4 إصابات كانت إصابات في الأطراف. طبعا كان الكادر الطبي موجود على استعداد لاستقبال هذه الحالات. تم تقديم الإسعافات الأولية من تضميد الجراح والتصوير الشعاعي وأخذ التحاليل الدموية اللازمة، وتم تقديم كافة الأدوية الإسعافية اللازمة للإخوة الجرحى. شهيد وجرحى باستهداف قسد المحتجين على حصار الحسكة، توتير خطير للأوضاع ينذر بانفجار كبير في ظل الغضب الشعبي، فيما يعول على دور أوسع للعشائر للضغط على قسد ومواجهة الاحتلالين الأمريكي والتركي. تقرير محمد الخضر. فك الحصار عن مدينة الحسكة وغيرها، وإلا ستضطر العشائر لرفع السلاح. وقفات غضب لا تتوقف في الحسكة رفضا لحصار قسد وقد قارب 3 أسابيع. تضييق أطال مقومات الحياة، غذاء ووقودا وقمحا وحركة للنقل بكل أشكاله، يرفع المكون المجتمعي بكل أطيافه وفي طليعته العشائر الصوت عاليا متحديا الترهيب واستهداف عناصر قسد المحتجين بالنار. أولا المواطن لما إجى على الحاجز لا يحمل أي سلاح، فقط يحمل سلاح الكلمة، يندد ويستنكر ويستغيث، هذا اللي بيقدر عليه، فشو ذنبه حتى أنت تجي تقتله مثلا؟ دور محوري يعول على المكون العشائري القيام به في مواجهة مشاريع تتجاوز الحصار الحالي، ثقلهم الديمغرافي على امتداد شرق الفرات والحسكة خصوصا عامل حاسم للحفاظ على وحدة تلك الجغرافيا ضمن الدولة السورية ومواجهة الاحتلالين الأمريكي والتركي. مواطن شو ذنبه؟ المواطن أضعف حلقة موجودة، إلا في حالة واحدة يكون أقوى حلقة، عندما يطفح الكيل ويكون ما يكون.
استهداف المدنيين بالنار زاد من غليان شعبي لم تعرفه الحسكة قبله، يقاوم الأهالي للحصول على أبسط مقومات الحياة رغم سياسة الترهيب والتهديد. من الهبة العشائرية في ريف دير الزور احتجاجا على الظروف المعيشية ورفضا لاغتيال شيوخ العشائر إلى رفض محاصرة الحسكة والقامش لليوم، يتراكم الغضب على ممارسات قصد باتجاه انفجار يوسع الشرخ بين مكونات البلد الواحد ولا يخدم إلا المحتل الأمريكي. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قال المسؤول الأمريكي السابق جيفري فالتمان إن السياسة الأمريكية في سوريا لإدارتي ترامب وأوباما فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة لواشنطن. وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط دعا فالتمان لاختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوات ملموسة ومحددة وشفافة في الإصلاح السياسي مقابل تخفيف واشنطن العقوبات على دمشق. وأشار إلى أن الأسد اليوم أقوى مما كان سابقا بالنسبة للسيطرة العسكرية، زاعما أن النجاح الوحيد للسياسة الأمريكية تجاه سوريا هو هزيمة داعش جغرافيا في سوريا والعراق. كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع سوريا بعد فشل سياسات الإدارات السابقة في تحقيق أهداف واشنطن؟ فهل وضع كلام الدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فالتمان بشأن المراهنة على الجانب الاقتصادي في المرحلة المقبلة للضغط على سوريا أسس الاستراتيجية الأمريكية الجديدة؟ ترقب حذر داخل الولايات المتحدة وخارجها لمعرفة الاستراتيجية التي ستتبعها إدارة الرئيس جو بايدن حيال سوريا، فغالبية المراجعات الداخلية تقر بفشل خطط واشنطن في تحقيق أهدافها في الملف السوري، بل وبإتيانها بنتائج عكسية، لتتصاعد الأصوات الأمريكية الداعية إلى مقاربة مغايرة تحقق مصالح أمريكا في سوريا. باستثناء هزيمة داعش المفترضة، يعترف جيفري فالتمان الدبلوماسي الأمريكي السابق بفشل سياسة إدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما في تحقيق نتائج ملموسة في دمشق، ويرى أن سياسة عزل سوريا وخنقها بالعقوبات نجحت في شل اقتصاد البلاد المدمر أصلا من جراء الحرب، لكنها فشلت في إحداث تغيير في سلوك الحكومة السورية. فلا الحرب أفادت الأمريكيين، ولا افتعال أزمات داخلية، ولا الاحتلال والسيطرة على النفط، ولا غرف العمليات المشتركة أو منح إسرائيل ضوءا أخضر للاعتداء على سوريا. إزاء هذا الإقرار الأمريكي بالفشل، يقول فالتمان الذي يتحدث من موقع العداء لدمشق، إن التهديد لبقاء الرئيس الأسد في الحكم لم يعد عسكريا ولا من الشارع، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي. من هنا يبدو واضحا أن إدارة بايدن ستراهن على استخدام الاقتصاد ورقة ضغط أساسية في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن فالتمان هو أحد المرشحين لتولي الملف السوري في الإدارة الجديدة. لم تفت فالتمان كذلك الدعوة إلى مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفه بخطوات ملموسة ومحددة وشفافة مقابل تخفيف العقوبات على دمشق، عرض للتفاوض أقرب إلى التهديد، فإما القبول بالشروط الأمريكية أو مزيد من الضغط من بوابة الاقتصاد. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيقصر مدة زيارته المقررة إلى الخليج بسبب الإغلاق الخاص بالكورونا. وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن زيارة نتنياهو أصبحت 3 ساعات بدلا من 3 أيام، وستقتصر على أبوظبي مع إلغاء زيارة دبي والبحرين. وخلال الزيارة سيلتقي نتنياهو ولي عهد الإمارات محمد بن زايد. وأضاف مصدر مطلع للموقع أن الزيارة أجلت عدة مرات ولم يعد ممكنا تأجيلها لضرورة مناقشة مواضيع سياسية وإقليمية.
ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر أهلا بك. يعني من زيارة لمدة 3 أيام تشمل دبي والبحرين إلى زيارة تقتصر على 3 ساعات وفي أبو ظبي فقط، كيف تبدل تفاعل الإعلام الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي مع هذا التحول وهذا التعديل، خاصة وأن نتنياهو لطالما سعى إلى إظهار أنه حقق إنجازا وأن إسرائيل أصبحت صديقة لدول عربية وخليجية؟ تحياتي. لا شيء واضح في هذا الإعلان سوى أن نتنياهو يبحث عن مصلحته. قبل 50 يوم من الانتخابات منافسوه قالوا الليلة بأنه يحطم إسرائيل ويشكل أكبر خطر على إسرائيل أي نتنياهو. الزيارات لدول الخليج بعد التطبيع رغب بها، وبعد ذلك يبدو أن مشاكل حدثت لا نعلمها، ثم هو دعاهم لزيارة تل أبيب، أمراء التطبيع لم يأتوا، طمع في أكثر من ذلك، ثم قلص طموحه إلى زيارة 3 ساعات. أعتقد أنه يحتاج إلى صورة، لا تنسيق كورونا ولا حتى التنسيق الأمني. التنسيق الأمني قام به الأمنيون بن شبيت ويوسي كوهير رئيس الموساد، كل شيء تم التنسيق به، هذه فقط للحصول على أصوات انتخابية. وطبعا هذا يعكس من الداخل أن اليهود بدأوا لا يطيقونه، فذهب إلى البلدات العربية داخل الخط الأخضر يطلب أصواتهم. هو بالضبط هكذا يفعل، يذهب إلى عواصم التطبيع، إلى محمد بن زايد في أبو ظبي، وكأنما يريد أن يذخر سلاحه الانتخابي من جديد بهذا الشكل، وبالتزامن مع وصول بايدن للحكم. هو كثير الحركة، لا يكل ولا يمل، شيطان سياسي يريد أن يحصل من العرب على ما لم يحصل عليه من اليهود. نتنياهو يعرف ماذا يريد، لكن أشك إذا كانت أبو ظبي تعرف ماذا تريد من هذه الزيارة. الزيارة أجلت عدة مرات، والحجة اليوم هي تفشي وباء كورونا. ماذا عن الأسباب الحقيقية للتأجيل؟ وهل يمكن القول أن دول الخليج استشعرت أنها تعجلت في خطوة التطبيع، خاصة مع رحيل راعي المشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ وكما ذكرت يعني حضرتك منذ قليل أن أمراء التطبيع لم يلبوا دعوة نتنياهو، فهل هم يتراجعون نوعا ما؟ ربما أنهم أرضوا ترامب وأرضوا الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريدون أكثر من هذا الزخم وهذه الكثافة. زيارة نتنياهو إلى هذه العواصم تستفز جمهورهم وتستفز المعارضة لديهم وتستفز أيضا الموقف العربي الشامل ضدهم. هم يحمون رؤوسهم بشكل عام ويحمون ظهورهم، نفذوا ما تريده الإدارة الأمريكية. أما الوصول إلى مرحلة الفجور في العلاقة مع إسرائيل يبدو أنهم لم يصلوها بعد، يعني وصول أي أمير عربي إلى تل أبيب بينما هناك شهداء يسقطون كل يوم ومنازل تدمر وتهدم كل يوم واقتحامات للمسجد الأقصى كل يوم، هذا يصب الزيت على النار. كما قلت نتنياهو يريد أي شيء يكسبه من العرب. العرب يتعاملون مع الموضوع وهو حقيقة هكذا بأنها فضيحة، يريدون ستر الفضيحة التي حدثت وأجبروا عليها كزواج بالإكراه. مع تبدل الإدارة الأمريكية وانخفاض حماس الدول المطبعة لهذا المشروع، هل سيكبح ذلك جماح دول عربية أخرى كانت قد تسعى إلى التطبيع؟ ولا سيما أن وزير الخارجية السعودي كان قد أعلن مؤخرا أن السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. آخر زيارة كانت التي قام بها نتنياهو إلى مدينة سعودية وسرب الخبر بوجود كوشنير أثارت فضيحة كبرى وكبيرة جدا، وخصوصا في أوساط الأمير محمد بن سلمان، وهذا إلى ردة فعل. لسه الدول العربية مش متعودة على ما يفعله نتنياهو وما تفعله إسرائيل، ومن ثم يبيعون بضائع فاسدة. التلفزيون الإسرائيلي الليلة والأمس يقول أن إسرائيل في كارثة، واستخدم كلمة كارثة في إطار فشلها في مواجهة كورونا وارتفاع المصابين من 4000 إلى 6500. في نفس الوقت إسرائيل تمد يدها لمساعدة الدول التطبيع بعلاج كورونا. طب ساعدوا حالكم أول. وبالتالي كما قلت هذا يؤكد بأنه غموض الزيارة، عدم وجود أي بيان من أبو ظبي، الاكتفاء ببيان نتنياهو يدل على أن هناك خلل حقيقي في هذه الزيارة ويقصرها على أطماع نتنياهو الانتخابية وليس أكثر.
مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، شكرا جزيلا لك. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مفترق مستوطنة غوش عاتسيون القريبة من الخليل في الضفة الغربية. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، وقد عرضت مواقع التواصل مشاهد لعملية قتل الشاب بدم بارد أثناء مروره قرب حاجز الاحتلال. يتوجه وفد من الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع حول الانتخابات الفلسطينية تزامنا مع فتح معبر رفح غدا بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية. وقررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين العالقين في جانبي الحدود بدءا من يوم غد الاثنين ولمدة 4 أيام. إلى ذلك، رأت حركة حماس في إعدام الاحتلال للشاب الفلسطيني استمرارا لسلوك العصابات الذي يمارسه الاحتلال وامتدادا لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة على أهالي الضفة. الناطق باسم حماس حازم قاسم شدد على أن الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها لصده ووقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات الأمناء العامين بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية. وفي سياق مواجهة تطورات التطبيع مع إسرائيل، جندت اللجنة الجزائرية الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني قواعدها في مختلف المحافظات للانطلاق في حملة واسعة بهدف الحشد لدعم القضية الفلسطينية وتحصين الموقف الشعبي. تقرير سفيان مراكشي. خريطة طريق لتجنيد أكثر من 48 جمعية محلية عبر المحافظات الجزائرية لنصرة القضية الفلسطينية، مهمة تطلع بها اللجنة الجزائرية الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، والتي استطاعت أن تضم جمعيات المجتمع المدني تحت لوائها للإسهام في تقديم جميع أشكال الدعم للقضية الفلسطينية ولتعزيز الذاكرة الجماعية. اليوم ونحن نحتفل باليوم العربي لتضامن مع الشعب الفلسطيني، مع الأسف الشديد يعني نحتفل به، وأكثرية الأنظمة العربية أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني ونحتفل به، وخنجر في ظهر القضية الفلسطينية نحتفل به، والتداعيات صفقة القرن المشؤومة. كتاب ومثقفون انخرطوا في الأنشطة والفعاليات وضموا أصواتهم إلى الموقف الشعبي المناهض للتطبيع والداعم لفلسطين. نحن في هذه المبادرة نحاول أن نجدد العهد مع فلسطين، مع هذه القضية المركزية لكل الأمة الإسلامية والأمة العربية، وطبعا نحتاج إلى زخم شعبي، وبالتالي هذا اللقاء وغيره من اللقاءات تهدف إلى هذا التطوير وترقية هذا الدعم الشعبي لإخواننا في فلسطين. رسالة الجزائرية التي نود أن تصل إلى الشعوب العربية هي أن الدعم الشعبي هو أهم من الدعم الرسمي والحكومي، وإذا كان في الدول العربية هناك دعم شعبي دائم ومتواصل للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، فهذا هو الدعم الحقيقي، ولا يهمنا خصوصا مواقف الحكومات والدول في هذا الشأن الخاص. يعني معناتها نؤكد أن دعم الشعوب العربية للقضية الفلسطينية هو أهم دعم يمكن أن يصل إلى الفلسطينيين. يزداد الموقف الشعبي الجزائري تمسكا بالقضية الفلسطينية، ويزداد يقينه بأنها القضية المركزية وأم القضايا مثل ما وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة. تجاوزت القضية الفلسطينية لدى جمعيات المجتمع المدني الجزائري عتبة التضامن والدعم، فأصبحت جزءا ثابتا من نضالاتها اليومية، ومن أجل ذلك انتهجت هذه الجمعيات خارطة طريق لتوسيع عملها عبر المحافظات الجزائرية كافة. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. شهدت موسكو وعدد من المدن الروسية تظاهرات دعا إليها المعارض أليكسي نافالني، وأكدت السلطات أنها غير مرخصة. مفوضة حقوق الإنسان في موسكو قالت إن نحو 120 شخصا أوقفوا على خلفية المظاهرات في العاصمة، فيما تحدثت أطراف موالية لنافالني عن المئات. كما أوقفت قوات الأمن عدة أشخاص أثناء تظاهرة مشابهة في سان بطرسبرغ ثانية كبريات مدن البلاد.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن شركة أسترازينيكا ستزيد كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. وفي تغريدة على تويتر أشارت فوندرلاين إلى أن الشركة ستبدأ بالتسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلا، وستوسع قدرتها الإنتاجية في أوروبا، وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ما زال عازما على تحقيق هدفه في تلقيح 70% من البالغين بحلول نهاية الصيف. شكل اعتقال موسكو المعارض أليكسي نافالني بداية هجوم غربي جديد ضد روسيا، التي تمكنت بقيادة الرئيس بوتين من التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة السياسية النظامية. فما هو دور النخب الأوليغارشية في روسيا في إشعال نار الخلافات؟ تتفاعل الأحداث في الأيام الأخيرة في روسيا، سواء من حيث الأبعاد أو النطاق الجغرافي أو التوقيت، أحداث يصعب اختزالها بمجرد صراع بين معارض يدعمه الغرب وسلطة يقف على رأس هرمها الرئيس بوتين. بل يبدو الصراع أكثر عمقا وتعقيدا، فالمعارض نافالني يمثل جماعات فاعلة وناشطة في روسيا، ويحظى بدعم كبير ولا سيما على الصعيد المادي من شخصيات روسية، وهو يشارك في المجلس التنسيقي للمعارضة الروسية أيضا. بعض ملفات الفساد التي أثارها نافالني تعامل معها القضاء الروسي خلال السنوات الماضية بجدية، وصدرت أحكام جنائية بحق بعض المتورطين. لكن المشكلة الحقيقية الآن تكمن في صراع بين النخب المالية التي نجح الرئيس بوتين خلال سنوات حكمه في تسخير بعض رؤوس أموالها لتطوير البلاد، لكن القطيعة مع الغرب والعقوبات التي فرضت على روسيا ألقت بظلالها على ممثلي هذه النخبة. المشهد السياسي الداخلي في روسيا لا يخلو من تعقيدات، فعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين نجح في إقامة نظام سياسي مستقر والتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة السياسية النظامية، إلا أن زمرة من ممثلي النخب المالية الأوليغارشية التي لا تزال تتمتع بنفوذ واسع وتأثير كبير على مؤسسات صناعة القرار تحاول أن تؤدي لعبة سياسية مستقلة عن الكرملين. وثمة ترجيحات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة التي لديها حساباتها الخاصة مع روسيا تبحث مع هذه النخبة سبل تقويض إدارة الرئيس الروسي. وبغض النظر عن شرعية اعتقال نافالني ومدى عدالة قضيته، فالرجل يدعي أنه يحارب الفساد في بلاده، ولكن ثمة سؤال يطرح: هل نافالني شريك في قرار المعارضة؟ أم أن النخبة المستاءة جندته وتقوم باستخدامه؟ أم هو ضحية وصوليين فاسدين التصقوا بالمعارضة لتحقيق أجندات داخلية وخارجية؟ قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن على الأفراد أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في التظاهر بدون أن يخشوا التعرض للقمع، مشيرا إلى أنه على روسيا احترام التزاماتها الدولية. وفي تغريدة له على تويتر عبر بوريل عن أسفه لما سماه الاعتقالات الكثيفة التي جرت خلال التظاهرات المؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، والاستخدام غير المتكافئ للقوة بحق المتظاهرين والصحفيين. يحاول الغرب وخصوصا الولايات المتحدة حصار روسيا وضعفها، وقد بات الأمر معلوما استراتيجيا. فماذا بشأن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه موسكو؟ وهل ما يحدث حاليا هو محاولة لإغراق روسيا بأوضاع وأزمات داخلية تشغلها عن مصالحها وتحالفاتها الخارجية التي تقلق الغرب؟ تقرير هبة محمود. عن آخرها تمتلئ أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ثقل الملفات الداخلية والخارجية يدفعه للإسراع بترميم التصدع والإرباكات التي خلفتها سنوات سلفه في الحكم. الأنظار دوليا كانت متجهة إلى الصين وإيران، ولا سيما أنهما الساحتان الأكثر تضررا على صعيد العلاقات الخارجية بعد ترامب. لكن الرئاسة الأمريكية الجديدة استدارت نحو روسيا، وعلى الرغم من أن التمديد السريع لمعاهدة ستارت للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أوحى بإيجابية مريحة، إلا أنها سرعان ما تلاشت بعد أن عاد الأمريكيون للتلويح بورقة الضغط الأكثر استخداما لديهم،
وهي حماية حقوق الإنسان والحريات وحق التعبير والمعارضة وغيرها. لم يطل إذن الترقب الروسي بعد فوز بايدن. تصريح بوتين بأن العلاقات مع واشنطن لن تكون أسوأ مما هي عليه حالياً كان استشعاراً لقرب المواجهة. الأمر لا يتعلق بمواقف تصدر فتلتقط من هنا أو هناك من المسؤولين السابقين أو الجدد، ففي المسألة الروسية تحديداً قد يكون من المبالغة إعطاء هامش كبير لإدارة رئيس أمريكي عن آخر، إذ أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا استراتيجية وأكبر من أن تحكمها أهواء رئيس أو مزاجه، وبالتالي تفرضها اعتبارات المنافسة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. لذا ووفق المسار هذا، فلما فر لواشنطن من المواجهة مع روسيا والصين باعتبارهما خصمين لها، وفي وجه تحالف الناتو القائم أصلا ضد روسيا، يراقب الغرب تحالفات جديدة تولد في العالم وعلاقات تزداد متانة، تحالفات وعلاقات تفرض على الغرب وواشنطن تغيير سلم أولوياتها قبل أن يفوتها قطار المنافسة العالمية. اهتمام غربي واسع بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني يتلازم مع الصمت الغربي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضد الفلسطينيين، فماذا عن هذه الازدواجية؟ تقرير مريم عثمان. يبرع الغرب في استخدام المعايير المزدوجة. هنا في الضفة الغربية جثة فلسطيني أعزل تلخص وحشية الاحتلال الإسرائيلي وحجم الصمت الغربي إزاءها. أما هناك في روسيا فتظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني تجد طريقها إلى كل المنابر الغربية. في التعاطي مع جرائم الاحتلال واعتداءاته اليومية على الفلسطينيين ومع قضايا الأسرى في سجون الاحتلال، تخفت الأصوات الغربية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتتعامى عن مشهد إجرامي ترتكبه إسرائيل في حق طفل فلسطيني، فيما يقف الغرب صامتاً إزاء توسع السياسة الاستيطانية في أراضي الفلسطينيين. نجد هذا الغرب نفسه داعماً لإسرائيل وحريصاً على تفوقها النوعي على محيطها. دفاع الغرب عن حرية التعبير وحقوق الإنسان ينحصر في معايير سياسية بحتة، فلعبة المصالح تعلو على أي معايير إنسانية. قضية المعارض الروسي واهتمام الغرب غير المحدود بها يندرجان في سياق لعبة المصالح الغربية هذه، صمت أمام قضايا لا تخدم مصالحه وتنديد بأخرى تؤسس لهذه المصالح. التظاهرات في روسيا المطالبة بالإفراج عن المعارض نافالني المتهم بقضايا احتيال وجدت طريقها إلى منابر الدول الغربية. تركيز قادة دول أوروبا وأمريكا ووسائل الإعلام الغربية على القضية غير خاف، بل وصل إلى حدود تصوير نافالني بطلا على الرغم من نأي معظم أحزاب المعارضة الروسية بنفسها عنها. الالتفاف الغربي حول هذه القضية يطرح جملة تساؤلات أبرزها يتمحور حول الفرصة الجديدة التي تشكلها قضية نافالني بالنسبة إلى الغرب لزيادة الضغط على روسيا ومحاصرتها. نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. أعلن القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن بلاده بلغت نقطة أصبحت فيها حقا مستغنية عن الاتفاق النووي، وقال أن إيران أدركت أن عدم الحاجة إلى رفع الحظر هو أولى من رفعه. اللواء سلامي وخلال مراسم الإعلان عن انطلاق مناورة بيت المقدس لكتائب التعبئة أكد أن الإيرانيين اصطفوا للتغلب على أعداء كبار، فالعدو الكبير عامل للنمو والتقدم.
سلمت إيران تقريرا حول أسباب اعتماد مجلس الشورى الإيراني قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع العقوبات للوكالة الدولية للطاقة الذرية. مندوب إيران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قال إن التقرير يشرح وجهة نظر طهران لاعتماد القانون الذي تضمن بنودا ملزمة للحكومة الإيرانية شملت زيادة تخصيب اليورانيوم وخفض الالتزام بالبرنامج النووي. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف قد قال إن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات عن الشعب الإيراني إذا كانت تريد العودة إلى الاتفاق النووي، وأضاف أن إيران لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تعكس موقف حكومته المخيب للأمل. على حكومة بايدن أن توضح آليات رفع العقوبات عن إيران وعودتها لالتزامها بالاتفاق النووي بدل أن تضع شروطا مسبقة لهذه العودة. إذا كانت أمريكا مؤمنة بالاتفاق النووي فعليها أن ترفع العقوبات بنحو عملي وتثبت عزمها الجاد على ذلك. الشعب الإيراني مر بتجربة الاتفاق وليس ساذجا ليدخل مرة أخرى لعبة الوعود. إيران بدأت بتنفيذ قرار الإجراء الاستراتيجي لمواجهة العقوبات، وبمساعدة الحكومة بدأ دوران أجهزة الطرد المركزي، ونأمل أن تتحرك أيضا عجلات كل المصانع المغلقة وشبه المغلقة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران مستعدة لتسهيل المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان وبقية الأطراف الأفغانيين. وخلال لقائه الوفد السياسي لحركة طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر في طهران، رحب ظريف بمقترح تشكيل حكومة أفغانية تضم كل الأطراف والتيارات السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ القرارات السياسية في ظل الفراغ السياسي. زار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي مرقد الإمام الخميني جنوب العاصمة طهران. زيارة قائد الثورة لمرقد الإمام الخميني تأتي مع انطلاق الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة، وفي اليوم الأول من أيام عشرة الفجر للاحتفال بذكرى الثورة. فقبل 42 عاما عاد مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام روح الله الخميني إلى بلاده قادما من منفاه في فرنسا. وبهذه المناسبة بدأت إيران إحياء ذكرى ما يعرف بعشرة الفجر، وهي احتفالات تستمر حتى 11 من شباط فبراير ذكرى انتصار الثورة وفرار الشاه. تقرير مالك عابدة. إنها احتفالات عشرة الفجر ذكرى عودة مفجر الثورة الإسلامية روح الله الخميني من منفاه في فرنسا. قرب ضريح الإمام الخميني جنوب طهران أقيمت مراسم احتفالية اقتصرت على حضور كبار المسؤولين بسبب كورونا، وكان المرشد الإيراني هو من بدأها في ساعات الصباح الأولى، ومن ثم توجه إلى روضة الشهداء. الإمام العظيم هو مثال للحكمة والعزم والإيمان والإيثار. لقد قدم لنا صورة واضحة للأشخاص الناشئين من مدرسة القرآن والعترة. على هذا الطريق الواصل بين مطار مهرباد وروضة الشهداء عام 79 تجمع نحو 6 ملايين إيراني لاستقبال الإمام الخميني، وتكريما لهم يقام استعراض عسكري وترمى الورود من الطائرات. للساعة 9:27 دقيقة صباحا في مثل هذا اليوم من كل عام مكانة خاصة لدى الإيرانيين، حيث تطلق السفن والقطارات أبواقها وترتفع التكبيرات من المساجد وتقرع أجراس الكنائس والمدارس احتفالا بالمناسبة. بلغة الأعداد والأرقام يتكلم المسؤولون عن إنجازات إيران ما بعد الثورة. تم افتتاح حوالي 193 سدا في البلاد. كان لدينا 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، واليوم افتتحنا المحطة 77. تولي طهران هذه المناسبة أهمية كبيرة، حيث يراها كثيرون فرصة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية أكثر من أي وقت مضى. يرى الإيرانيون أنهم يحتفلون هذا العام بمناسبتين، الأولى هي انتصار ثورتهم على الشاه قبل 42 عاما، والثانية هي انتصارهم على حكومة أمريكية سعت إلى تدمير بلادهم. وهو هدف يقول أصحاب القرار هنا إنهم لن يسمحوا لأي حكومة أمريكية
بتحقيقه. مالك عابدة، طهران، الميادين. انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مدخل فندق أفريك الذي كان يرتده مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر أمني في المدينة. وسائل إعلام أخرى قالت إن التقارير الأولية تشير إلى محاولة اقتحام الفندق، وإن قوات أمنية تصدت للهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحى. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن المسؤولين الصوماليين أو عن بعثة الاتحاد الأفريقي. إلى تونس، حيث اعتبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن رئيس الدولة قيس سعيد يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد، وبالتالي يرفض التعديل الوزاري. الغنوشي وخلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق زوم رأى أن رئيس الدولة له دور رمزي وليس إنشائيا. الآن كون رئيس الدولة يمتنع اليوم عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، يعني بالتالي هو رافض للتحويل الوزاري، ويعتبر أنه عنده الحق باش يقبل بعض الوزراء ويرفض بعض الوزراء. هذه إشكالية، هذا المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. نحن مفترض في نظام برلماني دور رئيس الدولة هو دور رمزي، ودور رمزي ما هو دور إنشائي. الغنوشي قال أن الحل ربما سيكون بإقامة نظام برلماني كامل يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي يد رئيس الوزراء. فنحن إذا نعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وربما النتيجة التي سنصل إليها، الدرس الذي سنصل إليه، وأن نقيم نظاما برلمانيا كاملا في فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية كلها بيد واحدة، هي بيد الحزب الفائز في الانتخابات، وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء كما هو معظم الأنظمة في العالم. النائب عن حركة الشعب في تونس عبد الرزاق عويدات اتهم حركة النهضة بالكيل بمكيالين في ملفات الفساد، وفي اتصال مع الميادين قال عويدات إن الهدف من التعديل الوزاري هو عزل رئيس الجمهورية والاستفراد برئيس الحكومة. النهضة اتجهت إلى هذا النظام البرلماني المعدل عندما كانت بأغلبية مريحة في البرلمان، الآن وهي بأغلبية ضعيفة لن تقدر بها على تشكيل حكومة، وفشلت في تمرير حكومة الجملي، أصبحت تتحدث عن الانقلاب على الدستور من أجل يعني تمرير تحوير وزاري لم يكن خاضعا لأحكام الدستور وفصوله. حاولوا يعني تمرير حكومة المشيشي لما كانت مهددة بإمكانية حل البرلمان لو لم تمر، ولكن مرروها، وفي ذهنهم وفي نيتهم إسقاط جملة من الوزراء اعتبروهم تابعين لقيس سعيد. فالغاية من التحويل الوزاري هي عزل رئيس الجمهورية والاستفراد بحكومة المشيشي. يتواصل في تونس الجدل حول تأويل أحكام الدستور المتعلقة بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية من عدمه، في ظل غياب المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور عام 2014. تقرير عماد شطارة. منظومة الحكم في تونس باتت أمام استحقاق استكمال المؤسسات الدستورية لصون الديمقراطية ولقطع الطريق أمام تعدد القراءات في تأويل أحكام الدستور أو توظيفها في خدمة مصالح أطراف سياسية. فالمشهد اليوم ضبابي بشأن احترام أحكام الدستور فيما يتعلق بتأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم. الأزمة مست في العمق الشرعية والمشروعية، وستدفع في كل الحالات بأركان منظومة الحكم إلى العديد من المراجعات، وأساسا في استنباط الحل الجذري لترميم صورة الحكم اليوم، وبالتالي سيكون هناك عمل ربما على الإسراع في إنشاء
المحكمة الدستورية. بالرغم من وقوع النخبة السياسية أمام أزمة مخالفة الدستور لناحية تحديد الشعور عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، لم تنجح بعد 8 جلسات عامة في التوافق إلا على عضو واحد للمحكمة الدستورية من أصل 4، بسبب تمسك الأحزاب بدعم مرشحيها من دون البحث عن توافقات، فيما يفرض القانون التصويت بأغلبية 2/3 النواب على أعضاء المحكمة الدستورية. ثم إمكانية لإيجاد توافقات حول الأشخاص لاستكمال هذا المعلم اللي هو الحقيقة وقت اللي تدخل البلاد في منطقة ضبابية في تأويل مختلف حول الفصول متاع الدستور ولا فما أحكام متاع الدستور، نحتاج إلى هذه الجهة التي ينبغي بعد تكلمها أن ينتهي الجميع عن الجدل. تحت سقف الدستور تعمل منظومة الحكم في البلاد، دستور ينص على استكمال إرساء المؤسسات حتى تحترم أحكامه ويكون الفيصلة في حسم النزاع. لسد الفراغ وحسم الجدل تحتاج تونس اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، محكمة تعمل في إطار من الاستقلالية ولا تخضع لمحاولات التوظيف من بعض القوى السياسية. عماد شتارة، تونس، الميادين. هدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك وبتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة. وخلال اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية أشار البرهان إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة المقرر إعلانها في 4 شباط فبراير المقبل. اغتيالات وتفجيرات وفوضى أمنية مع غياب للخدمات في عدن اليمنية بعد شهر من عودة حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى المدينة في ظل تحشيدات عسكرية متبادلة في أكثر من محافظة. تقرير أحمد عبد الرحمن. تصعيد سياسي ترافقه تحركات عسكرية متبادلة بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والرئيس هادي وحزب الإصلاح، تطورات تنبئ باقتراب نهاية شهر العسل بين طرفي اتفاق الرياض وحكومة الشراكة والمناصفة. نحن نؤكد أن هناك مخطط كبير مرتبط بالفصل القادم لسيناريو غزو الاحتلال يؤكد على أهمية خلط الأوراق وتفجير هذه الأوضاع في عدن، وسوف نجد في الفترة القادمة تدمير للبنية التحتية لميناء عدن في إطار الأجندة الإماراتية للاحتلال. تعود الهوة إلى الاتساع بين الشركاء الأعداء، وتتسع في المقابل رقعة الفوضى والانفلات الأمني في عدن والمحافظات الأخرى باشتباكات متكررة وانفجارات شبه يومية وخطف واعتقالات وغياب خدمات وتحركات عسكرية في أبين وسقطرى وشبوة النفطية بعد وصول قوات سعودية جديدة إليها، على وقع اتهامات متبادلة بين الطرفين اليمنيين بالسعي إلى تفجير الوضع عسكرياً. تعزيز السعودية الواصلة هي طبعا لها فترة طويلة، هي تواتر، وهي في الحقيقة أنتم تعرفون والكل يعرف أنها هي مجرد أدوات لوجستية لاستقرار دول أكبر ووصول قوات أكبر صاحبة أجندات أوسع، أجندات عالمية في المنطقة. وكان المجلس الانتقالي قد حمل أخيرا الرئيس هادي والتحالف مسؤولية الممارسات غير القانونية لمن وصفها بميليشيا الإخوان في شبوة، بينما يتهم الانتقالي بتعطيل اتفاق الرياض ومنازعة هادي صلاحياته. التراشق الإعلامي والتحشيد العسكري المتبادلان بين طرفي اتفاق الرياض في مناطق التماس وجبهات القتال تزامن مع معلومات عن وصول قوات أمريكية جديدة إلى محافظة المهرة على بحر العرب. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. وصل المواطن اللبناني زيد الضيقة إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت آتيا من دبي. زيد الضيقة وهو أول اللبنانيين 11 الموقوفين في الإمارات والذين أدت وساطة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى لبنان.
أكد وزير الصناعات الصيدلانية في الحكومة الجزائرية أحمد بحمد أن الرئيس عبد المجيد تبون أسدى تعليمات بضرورة إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك 5 في الجزائر. وفي ندوة صحفية جمعته بالسفير الروسي في الجزائر بمقر السفارة الروسية، أشار بحمد إلى أن الخبراء الروس سيصلون قريبا إلى الجزائر لتفقد وحدات الإنتاج في البلاد، مشددا على أن الجزائر لديها كل الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنتاج اللقاح الروسي. إلى فرنسا، حيث تجددت الدعوات إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم وغدا ضد مشروع قانون الأمن الشامل المعزز لمهام الشرطة. وكان قد تظاهر أمس عشرات الآلاف في مدن فرنسية متعددة ضد مشروع القانون الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أدائهم مهماتهم، واحتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا. وانضم إلى المتظاهرين ناشطون من حركة الفترات الصفر التي اجتاحت فرنسا لأكثر من عام قبل أن يقيد الوباء نشاطها، كما شارك آخرون في التظاهرات للمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي. أعتقد أن الناس يتظاهرون لأسباب كثيرة، نحن نناضل من أجل حقنا في الاحتجاج والإضراب في كل مكان. تظاهرة اليوم هي ضد قانون الأمن الشامل وضد قانون الانفصالية. أنا هنا للتعبير عن معارضتي لقانون الأمن الشامل، هو قانون قمعي وخطير على الديمقراطية. أعتقد أن من المهم السماح بتصوير الشرطة، ولا سيما في ظل كل مشاكل العنف التي نعاني منها، استخدام طائرات من دون طيار والتعرف إلى الوجوه أثناء المظاهرات، إجراءات غير جديرة بدولة قانون مثل فرنسا. في روسيا، لم يمنع البرد القارس مدرب السباحة الروسي إيغور إيزيكين من تسجيل رقم قياسي لأطول سباحة تحت الجليد. ابن 40 عاما غاص على عمق نحو 100 متر في المياه الجليدية بنفس واحد في شيولكوفا بموسكو ليسجل رقما قياسيا في كتاب السجلات الروسية. ومع هذا الخبر نصل إلى الختام، وفيه تذكير بالعناوين. شهيد وعدد من الجرحى برصاص قوات قسد خلال تظاهرة رافضة لحصارها مدينة الحسكة السورية. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلغي زيارتين مقررتين إلى دبي والبحرين، ويقصر زيارته أبوظبي من 3 أيام إلى 3 ساعات. استمرار الاحتجاجات في روسيا على اعتقال المعارض نافالني، والاتحاد الأوروبي ينتقد إجراءات السلطات الروسية. دور رئيس الدولة هو دور رمزي، ودور رمزي ما هوش دور إنشائي. الغنوشي ينتقد رفض الرئيس التونسي التعديل الوزاري، وقوى تونسية تتهم حركة النهضة بالسعي لعزل سعيد عن المشهد السياسي. بدء عودة الموقوفين اللبنانيين من الإمارات بعد وساطة ناجحة قادها المدير العام للأمن العام اللبناني. للمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.